السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعة؟ حد يبقى معايا يقول لي الصوت اخباره ايه؟ الناس معانا ولا مش معانا؟ هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، عن الجديد في عالم التجميل النسائي. حد يقول لي الصوت، النت، الصورة. حد ظهر معانا. طب اي كومنت؟ نتجمع يا جماعة عشان النهاردة هنقول الكلام مهم جدا وكلام مفيد ممكن معظم الستات ما تعرفوش. ماشي، في ناس اهو ظهرت معانا اهو. ماشي، الله ينور. طيب انا النهارده هتكلم عن حاجه مهمه قوي، عن الجديد في التجميل النسائي في اخر، طبعا اخر مؤتمر بتاع الاستيتيك جاينيكولوجي اللي هو 2023. الحاجات الجديده اللي اتقالت في المؤتمر حاجات مهمه جدا، والحمد لله لغايه السنه دي احنا ماشيين بالجديد، يعني ما اتغيرش حاجات كتيره قوي عن قبل كده. الحاجات الجديده اللي احنا دلوقتي المفروض ان شاء الله هي موجوده عندنا الحمد لله في العياده وبنعملها، اللي هي البلازما، اللي هي البي ار بي، حقن البلازما. طب البلازما دي عباره عن ايه؟ عباره عن عينه بناخدها عادي بسرنجه من السيده. اهم حاجه بس اللي اكدوا عليه كمان في المؤتمر، ان لازم اكون عامله صوره دم كامله للسيده، وان تكون السيده ما يكونش عندها انيميا، نقص في الهيموجلوبين يعني، عشان ده ممكن يقلل او يخلي جلسه البلازما ملهاش اي فعاليه. طيب برضو الناس اللي مش عارفه يعني ايه بلازما، البلازما دي يا جماعه عينه دم ناخدها وبعدين بنحطها في جهاز اسمه سنترفيوج، ده بيفصل مكونات الدم يديني البلازما. البلازما دي بتكون فيها عوامل محفزه، حاجه اسمها جروس فاكتور. جروس فاكتور دي اللي هي العوامل المحفزه للنمو، ودي بتكون كولاجين وبتكون خلايا جديده. فبالتالي ناخدها ونحقنها فين؟ بنحقنها في المهبل، خلايا المهبل نفسها، في الحالات اللي ايه؟ اللي هي مثلا بتكون حالات مثلا سن انقطاع الدوره، بيحصل فيه حاجه اسمها جفاف المهبل، فدي بتكون كولاجين جديد وبتعمل ان بتخلي المنطقه المهبل الخلايا كلها بتكون رطبه، فبالتالي بيؤدي الى ايه؟ سهوله في العلاقه. دايما السيدات بعد سن انقطاع الدوره بيكون عندهم جفاف. ليه؟ نتيجه نقص هرمون الاستروجين. فالاستروجين لما بيقل دي يعني بتحاول تعوضه. طيب ايه تاني؟ بناخد كمان كورس ادويه، في علاج بناخده اقراص، دي برده نفس الكلام ليها يعني تاثير على الحاجات احنا عندنا. عشان يحصل يا جماعه العلاقه، في حاجه اسمها اكزيتاتوري فاكتور وفي حاجه اسمها انهيباتوري فاكتور. الاقراص دي بتشتغل على العوامل المحفزه في المخ للسيده من غير ما يكون لها اي اثار جانبيه ولا حاجه، عشان في سيدات كتير جدا بيكون الموضوع ده عندهم مش يعني ما فيهوش رغبه، زي مثلا السيدات اللي هي بعد الولاده. اي سيده بتولد في خلال فتره اللي هي البريبيريوم دي، البوست بارتم بعد الولاده على طول، هرمون الاستروجين بيقل. كمان السيدات تكرار الولادات برضو بيقل هرمون الاستروجين. سن انقطاع الدوره الهرمون برضو بيقل، فلما بيقل بيبقى فيه مشكله الجفاف، وكمان يا جماعه الرغبه، الاورجازم. يعني السيده حتى ما بيكونش عندها رغبه ولا حتى في العلاقه ممكن توصل للاورجازم، اللي هي تبقى ساتسفاكت يعني تكون راضيه عن العلاقه. فاحنا لما ناخد البلازما ونحقنها في المهبل او بنحقنها في حاجه اسمها اوشوت وجي سبوت، دي نقط معينه موجوده في المهبل بتخلي الاثاره للسيده مهمه جدا وتخليها تحس بيها طبعا، وبتخلي العلاقه بينها وبين زوجها علاقه احسن. زي كده هقول لكم بحاجه بسيطه جدا، زي مثلا السيدات لما مثلا زوجها مثلا يشتكي منها، او هي تقول لك انا بارده، انا مش بحس بحاجه، انا بحس ان الموضوع ده تاديه واجب وخلاص. مش بنسمع سيدات بتقول الكلام ده، او ازواج بيقولوا لسيدتهم كده. احنا بقى عن طريق اللي هو البي ار بي، البلازما، حقن البلازما في منطقه المهبل، عن طريق النقطتين اللي هم الاوشوت والجي سبوت، دول منطقتين مهمين جدا، دول المسؤولين عن الاثاره للسيده. لو انا عرفتهم وحددتهم وحقنت البلازما، طب هل هي اي بلازما؟ في سيدات ممكن تلحق بلازما وما تحسش باي تحسن. طب ليه؟ ده بيكون حاجات كتير جدا، لو هي عندها الهيموجلوبين بتاعها قليل، لو عندها هي المخزون بتاع الحديد قليل، الانبوبه اللي بتتسحب بيه البلازما
احنا ساعات بنلاقي فيه تفاوت في اسعار البلازمات، دي بتفرق برضو على الكفاءة نفسها اللي هي الانبوبة نفسها، لان هي اسعارها متفاوتة. دي ايه اول حاجة؟ البلازما اللي هي اسمها بي ار بي. الجديد بقى حاجة اسمها بي ار اف، يعني احنا بناخد برضو بس حاجة اسمها فايبرين اللي موجودة في البلازما دي نفسها، فايدتها انها بتبقى حاجة اسمها سستيند ريليز، يعني بتقعد مدة اطول. فدي جديد يعني ان شاء الله على السنه الجايه او السنه اللي بعديها هتبقى متوفره موجوده في كل العيادات. دي اعتقد انها دي هتبقى حاجه جديده جدا. دايما زمايلنا بتوع دلوقتي الجراحه والحروق خاصه والجروح والتجميل البلاستيك بيستخدموها، ان هم بياخدوا حاجه اسمها الفايبرين. الفايبرين دي عباره عن حاجه في الدم كده بيحطوها على الجروح او على القرح، وعايزه اقول لكم بتبقى ليها تاثير ساحر جدا انها بتلم الجرح. طب احنا هنستخدمها ايه في النساء بقى؟ ان احنا ممكن حاجه اسمها اللي هو شق العجان في الطبيعي، ممكن لو لا قدر الله الست مثلا السيده بعد الولاده الجرح بتاعها مش عايز يلم كويس، ممكن نعمل لها بي ار اف دي بتكنيك في العياده ونحطها على الجرح. يا سلام بيبقى يعني ساحر، حاجه كانها عملتي عمليه تجميل طبيعي. كمان القيصريه، لو في قيصريه جزء فيها اتفتح وجزء مثلا لا قدر الله حصل فيه صديد وحطيتي عليها اللي هو الايه البي ار بي دي او بي ار اف الجديده دي، برده نفس الكلام ليها قوه جدا انها تحصل ايه ان الجرح يلم كويس جدا. طيب ايه تاني في التجميل؟ برضو حاجة اسمها الهايفو. الهايفو ده يا جماعة جهاز المفروض دلوقتي بيكون دخل من ضمن التجميل النسائي. هو التجميل النسائي ده هو ايه؟ هو طبعا احنا بنجمل في حاجتين، بنجمل في الشكل وبنجمل كمان في الوظيفة. يعني احنا لازم نخلي منطقة المهبل شكلها كويسة كويس، وكمان وظيفتها تكون وظيفة احسن. طيب زي ايه مثلا؟ بتعمل ايه الهايفو ده؟ عبارة عن ايه؟ ده جهاز بيطلع زي موجات فوق صوتية زي بالظبط السونار. السونار اللي هو بيتعمل في النساء زي ما تكون السيدة حامل وبنحطه على البطن عشان نعرف نوع مثلا البيبي، نطمن على المية الكلام ده. لا ده عبارة عن جهاز، انا حتى موجود جنبي ممكن اوريه لكم اهو. ده كده يا جماعة ده شكل البروب بتاع الهايفو، ده بيدخل في الانبوبة دي لغاية هنا بس كده. ده اللي بيدخل فين؟ في المهبل بتاع السيدة. ممكن تحتاج السيدة جلسة او اتنين على حسب. اهم حاجه في حاجه اسمها كشف طبي، وبيكون في هنا متدرج اهو، هنا ده زرار، الزرار بيعمل اون اوف، وهنا على حسب كمان طول الايه المهبل بتاع السيده. عشان برضو اقول لكم بحاجه مبسطه جدا، احنا ده اللي هنعتبر ده المهبل بتاع السيده، فاحنا اصلا بنبدا بندخل كده وبنثبته وهو لوحده بيقعد يلف في حركات دائريه من جوه لبره بحيث ان هو ياخد المهبل كله ويقوم بالايه ان هو يضيق المهبل. الناس اللي بتشتكي من ان هم عندها اتساع في المهبل، الناس اللي هي عندها ولادات متكرره طبيعي وبيشتكوا ان المهبل عندهم فيه اتساع، او السيدات اللي بتقول ان اثناء العلاقه الزوجيه فيه اتساع في المهبل، برضو لو عملت اللي هو عملنا الهايفو جلسه او اتنين كانها عملت زي الجراحه بالظبط. طب هل كل الحالات ينفع لها الهايفو؟ لا مش كل الحالات بينفع لها الهايفو. احنا طبعا بالكشف الطبي لو الاتساع درجه كبيره جدا لا ما ينفعش الهايفو، بنلجا لجراحه عشان نضيق المهبل. لكن لو المهبل فيه اتساع درجة بسيطة ممكن نعمل هايفو مفيش مشكلة، جلسة والدنيا بتبقى كويسة جدا. طيب في أسئلة يا جماعة واحنا بنجاوب كده نقول الأسئلة. طيب أكمل آخر حاجة بس في التجميل، يبقى احنا قلنا البي ار ار والبي ار اف وقلنا الهايفو. الحاجة كمان التالتة ان احنا بنعملها برضو حاجة اسمها ريدي فريكونسي، وفي الليزر وفي النانو فريكوانسي راديو فريكوانسي. دول حاجات تقنيات جديده برضو بنستخدمها برضو في السيدات. طيب هل انا اختار مين؟ يعني هل انا اعمل بي ار بي ولا اعمل هايفو؟ الدكتور النساء تخصص التجميل النسائي هو اللي بيحدد لحضرتك، بيحدد لك هل انت محتاجه الهايفو ولا محتاجه الليزر ولا محتاجه النانو ولا محتاجه تعملي بي ار بي لوحده ولا كومباينيشن، ممكن نعمل الاثنين مع بعض عشان نوصل لحاجه كويسه. في طبعا كمان الفيلر، في الفيلر من ضمن الحاجات برضو لو احنا عايزين يبقى شكل كويس، مثلا الشفرتين الخارجيتين برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نحقن بي ار بي بلازما معاها جزء فيلر في الاو شوت والجي سبوت اللي هم نقطتين الاثاره عند السيده اللي بتفرق في حياتها كتير جدا. وكتير قوي من الناس ممكن اللي هي يا جماعه كانت معانا وجربت وخدت عملت الجلسات دي حست بفرق كبير جدا. يبقى دي بس ده كل اللي انا عايزه اقوله ان انا اركز عليه في التجميل. في حد عنده سؤال؟ في حد بيسأل الرحم مقلوب في الحمل؟ ما فيهوش أي مشكلة خالص، حضرتك بتحملي وبتكملي الحمل بتاعك ويبقى حمل كويس، ما فيهوش أي مشكلة، يعني محدش يخوفك أو يقول لك لا قدر الله ممكن يحصل لك إجهاض ولا حاجة. إحنا بس بنقيس عنق الرحم، أهم حاجة بس بتقيسي اللي هو عنق الرحم في آخر الشهر الثالث وفي الشهر الإيه؟ الخامس كمان.
لكن لا، ولا بيمنع يا جماعة الحمل. او كمان زمان كانوا بيقولوا ان ده ممكن يكون بيعوق الحمل خالص، حضرتك ممكن في الوضع العادي يحصل لك حمل. ممكن علاج لكيس المية على المبيض الشمال، المبيض الشمال في كيس مية. طب حضرتك لازم نعرف طبعا حجم الكيس قد ايه، ونعرف هل هو كيس مية فعلا ولا كيس دم. نوع الكيس طبعا مهم جدا، لو هو فعلا كيس مية على المبيض الشمال، لو كان هو كيس وظيفي مجرد ان احنا بنتابعه شهر واتنين وممكن ندي شوية ادوية بسيطة وبنلاقيه ان شاء الله اختفي، اختفى يعني الكيس الوظيفي ده بيختفي لوحده. طيب احنا برضو يا جماعه الجزء التجميل ده الحاجات اللي اكدوا عليها برضو اللي هي الختان، ممنوع ختان خالص خالص، يعني ما فيش اي حد يا جماعه، لان دي جريمه بيعاقب عليها القانون طبعا. واي حد في المناطق مثلا النائيه او الصعيد او المناطق دي ممنوع، ممنوع خالص يا جماعه، بطلنا الكلام ده خالص، لان ده بيأثر على العلاقه الزوجيه للبنوته لما ربنا يكرمها وتيجي تتزوج، ده بيأثر عليها تأثير بالسلب، سواء كان تأثير نفسي او ايه او جسماني بيأثر فعلا. فده برضو من ضمن الحاجات اللي اكدوا عليها جدا يعني. طيب برضو الحاجات اللي اتقالت برضو ان احنا في التجميل نفسه، العمليات بقى في العمليات في تكنيك معين كده في العمليات بتتعمل، عمليات التجميل اللي هو التجميل المهبل نفسه، في تكنيك كده يعني في العمليات نفسها في تكنيك معين قعدوا يركزوا عليه عشان يدي شكل احسن. في برضو حاجه مهمه جدا، ممكن السيده تيجي تقول لي يا دكتوره انا شايفه ان الشكل ده مش عاجبني، ان ده مش الشكل الطبيعي، او ده مش الشكل زي اللي شفته مثلا على النت على الانترنت، او شفته على الـ على الـ على اي حاجه اي صفحه او اي بيج شافتها، فانا عايزه الشكل ده. عايزه اقول لحضرتك هو ربنا خلقنا كلنا في شكل احسن صوره، يعني ربنا بيخلق الانسان في احسن صوره. فحضرتك لما تيجي تقولي لي اعملي الشكل الفلاني، لا ممكن ما يكونش ده يناسبك، او هو ده ما يكونش حلو، يعني انت ممكن يكون من وجهه نظري حلو لكن ده ممكن ما يكونش ده الجميل، لو انا عملته يبقى انا كده هيبقى فيه تشوه ليكي اكتر. فاللي انا عايزه اقوله ان هو في اختلافات بين حد والتاني، مش لازم ابقى نفس الشكل ده. اهم حاجه ان يكون بس الدكتور النساء هو اللي شافك وهو اللي يقدر يحدد ده طبيعي ولا مش طبيعي. لان بيجي لنا فعلا سيدات كتير جدا وتقعد تقول ده شكله مش طبيعي، ده مش عاجبني، انا عايزه اظبط الشكل الفلاني، وتجيب لك الصوره وتقول لك انا عايزه الشكل ده. ممكن لو حضرتك جينا عملناه ده ياثر على الوظيفه، ممكن ياثر على الوظيفه نفسها اللي هو العلاقه بزوجها. مع الصوت كويس الصوره كويسه. الحاجات برضو اللي انا عايزه اكد عليها، في ناس بيحصل لها حاجه اسمها انقباض في عضله المهبل، البنات اللي هم مثلا لسه متجوزين حديثا متزوجين حديثا، او في سيدات لغايه دلوقتي بتجي لنا فعلا مجرد ان احنا بس نعمل كشف نسا بندخل مثلا منظار بتلاقيها خلاص بيحصل لها انقباض لعضله الرحم، وبتبقى خلاص حاسه انها بألم. هي الستات دي برضو عايزه اقول، والبنات اللي لسه متجوزين هم مش بيتدلعوا، هي دي حاجه غصب عنهم، حاجه اسمها فاجينيسمس، يعني انقباض لعضله الرحم المهبل نفسه. الحاجه دي بيبقى ليها علاج طبعا في العياده، بنعلمها تعمل تمارين معينه بتعملها مع نفسها، وممكن تحتاج لجلسات علاج دكتور نفسي. وممكن كمان احنا بنساعدها في العياده ان احنا ممكن في اخر حاجه خالص لو احنا الحاجات دي كلها فشلت بنحقن حاجه اسمها بوتوكس في العضله بتاعت المهبل، بتعمل فعلا على الارتخاء، ودي بتساعدها بتقعد معاها من 3 شهور ل 6 شهور وبتخليها تعدي الفتره دي بامان. بس طبعا احنا اللي بنوجهها ونقول لها بتعمل ايه لانها فيها جزء نفسي. في تاني برضو من الحاجات اللي اتقالت في المؤتمر ان احنا يا جماعه في الولاده الطبيعي، لو احنا الحاله هتولد ايزي يعني سهل ولاده طبيعيه سهل. احنا عندنا برضو حد عنده اسئله في التجميل او اي اسئله، في اسئله؟ طيب ممكن حضراتكم تسيبوا لي الاسئله في الكومنتات وانا اجاوب عليها. انا حبيت بس اطلع اقول لكم الحاجات التجميل اللي بتتعمل في العياده ايه. عايزين برضو نقول برضو من ضمن حاجات التجميل اللي انا قلتها ممكن اكون استقولها ان هي التفتيح، ممكن تفتيح المنطقه الحساسه سواء كان البيكيني اريا او الاندر ارم، ممكن نستخدم لها برضو جلسات تفتيح، في كريمات وفي جلسات تقشير بارد وفي ميزو سيرابي، الحاجات دي كلها احنا بنستخدمها من ضمن برضو الحاجات التقنيات الحديثه في التجميل النسائي. الحاجات دي كلها طبعا موجوده دلوقتي، موجوده كل دكاتره التجميل دلوقتي او كل دكاتره النساء خاصه التجميل النسائي بيستخدموه طبعا في العياده.
نشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله. اي حد عنده سؤال يكتبولي وانا ان شاء الله ارد عليه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.